فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من الكتاب في الصحف وغيرهم من يقول إنه لا دليل على وجوب إغلاق المحلات التجارية أوقات الصلوات الخمس، والآية لا تلهك يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لا تلهيهم تجارة ولا بيع. وين هالآيات هذه عن هذا الجاهل أو الذي لا يبالي؟ تغلق المحلات وقت الصلاة للجمعة أو الأوقات، هذا عمل المسلمين، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم.